دي جي هارت أول جهاز قلبي محمول يمكن رصد التوتر مع إمكانية التمييز بين التوتر الذهني والجهد العضلي. هو جهاز لرصد التوتر عبر تخطيط القلب الذي تحصل على براءة اختراعه المخترع الجزائري مراد بن عثمان خلال مشاركته في برنامج نجوم العلوم المنظم من طرف مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مع تبنيها لمشروعه. نوفل فيتشرز تبعك انك تميز ستريس خلال تخطيط القلب بدون ما يكون مخلوط هالتحليل مع النشاط، حتى تعمل الفرق بين ارتفاع معدل نبضة القلب due to stress ولا due to physical activity is not easy. مراد بن عثمان صاحب 28 سنة درس بجامعة تلمسان ليتم دراسته بالسويد ويتحصل على الدكتوراه في هندسة الطب الحيوي، فاستطاع بذلك أن يتفوق على العديد من المخترعين باحتلاله المركز الرابع في نهائي البرنامج التلفزيوني نجوم العلوم. اختراع مراد بن عثمان الذي يتطلب تصميماً وتنفيذ حساس لتخطيط القلب يميز بين الضغط الناتج عن النشاط الزائد والتوتر النفسي ويرسل النتائج آنياً عبر الهاتف الذكي. لما خلصت هذا التست يعني كنت أتعب مش من أجلي برك but also for my son, for my wife, for all my family. الحمد لله أنا مبسوط كثير.